السلام عليكم ازيكم شباب. طبعا انتوا عارفين الموضوع من العنوان وكده، فاحنا وصلنا ل 100 مشترك. شكرا جدا جدا جدا، يعني الحمد لله الفضل الاول والاخير كان لله عز وجل، ثانيا لعيلتي ووالدي ووالدتي، اخيرا وليس اخرا حضراتكم. طبعا يعني الحمد لله، يعني بفضلكم ان احنا وصلنا الرقم ده مشترك. وسام ممكن ناس كتير يتكلموا يقولوا ان هو هدفه ان هو رقم صغير، بس هو هدف القناه بالنسبه لي ان هو نغير حياه شخص واحد. يعني لو انا غيرت حياه شخص واحد وعرفت كده، فهو كده انا حققت هدف القناه وكده الحمد لله ان كده وصلت للهدف اللي انا عايزه. بس احنا بقينا مش شخص واحد، 100 شخص، هو اكتر من 100 شخص كمان. فهو يعني الحمد لله المسؤوليه كبيره، بس ان شاء الله هكون قدها ويا رب اكون على حسن ظنكم. ويا ريت لو تعرفوني تحت في الكومنتات ايه اللي ممكن احسنه في القناه، ايه اللي انتم مثلا عايزين نقدمه. ان شاء الله الفتره الجايه يبقى قويه جدا، ولسه اللي جاي احسن ان شاء الله. فشكرا لكم جدا 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 جدا، شكرا جدا، ويا رب اكون على حسن ظنكم. يا رب، السلام عليكم.